بيت انه انتم بلا رئيس مخفر سيدنا. شو بيعرفني؟ روح اسال اهل العلم، ليش عم تسالني الي؟ الى اني سالت وقالوا لي يومين ثلاثه ببعثوا لنا رئيس مخفر. ها وليش مستعجل انت الثاني؟ شو بالظاهر ما لي عاجبك؟ ولو يا سيدي مو هذا القصد، البركه فيكم، بس يعني عدم مؤاخذه لا فيك تعطيني اجازه انت ولا ترفعني ولا تصرف لي مكافاه. مو عم قلل من قيمتك سيدي، لا والله فيك البركه، بس انت يعني عدم مؤاخذه قاعد على كرسي رئيس المخفر نيابه عنه كم يوم بما يجينا رئيس مخفر جديد. معك حق، بس وحياتك انا بيطلع بايدي وكلمتي فوق مسموعه ومالي طرطور مثل غيري. عسلامتك سيدنا، فيك البركه مساعد حسين، انا مو هذا قصدي، بس انا خايف يجينا رئيس مخفر ازعر مثل اللي كان قبل منه. يخرب بيتك على هاللسان، لك بركي سمعك حدا. وصاروك يا ليل يا ليل على هنا وسرور وسرور، والشمس بعد الليل الليل تطلع عليهم نور نور نور. الله الله يا معلم، شو حتى طلعوا لك وراتب لك قعده وراتب. أبي كان الله يرحمه صوته حلو كتير، وأمي كانت تدق عود وتغني باستقبالات النسوان. يعني عيلة فنية؟ نعم. عم قول عيلة فنية معلم؟ عم تتمسخر ولا كعدو؟ لا والله يا معلمي ما عم بتمسخر، عم بحكي جد. لأنه أنا الثاني ستي الله يرحمها كان صوتها حلو كتير كتير، وكانت تغني بالموالد والأعراس. ما عرفتها لستي معلم؟ لا والله. مين بتكون يا نور العيون؟ نوال الشامية. نوال الشامية ما غيرها؟ ايه ما غيرها، عرفتها معلي؟ لا والله. الله يصلحك يا معلمي، ستي نوال كان صوتها كتير كتير حلو، كانت شاطرة بالمقامات والعرب. لا هي صحيح في خنة بصوتها وكانت تتعطس كتير، بس الناس كانت تحبها، شو نساوي له؟ بعدين بنات مكنوا بحلب اللي صاروا وتصيطوا، هدول طالعين من تحت جناحها. ايوه اه الله يرحمها يا سيدي. جميل جمال مالوش مثال، ولا في الخيال صدى اللي قال زي الغزال. جميل اهلين وسهلين ومرحبتين بالقام وبالعين. اهلا وسهلا ومرحبا بالاستاذ. امور يا سيدي حضرتك ابو صبري مكوك؟ ايوه انا ابو صبري مكوك. وصلت يا استاذ. امور اهلا وسهلا ومرحبا فيك. دلوني عليك جماعه بيعجبني رايهم، قالوا لي قال انه انت احسن من فصل جاكيت بالشام، فحبيت اجي اتعرف عليك وشوف امكانياتك. معلمي امكانياته رهيبه، والاكثر من هيك انه سمع. انا عم بحكي مع الاخ، انت مين بتكون؟ انا كعدو خردق، انا تلميذه لاب صبري. خليك على جنب اذا سمحت، انا ما بحكي الا مع معلمين. الله يسامحك يا سيدي، اعطيني حلمك. معلمي بيستحي يحكي عن حاله، مشان هيك حبيت حطك بالصوره. اخي لا تحطني ولا بحطك، خليك بحالك الله يرضى على اسمك. ها خلاص قعدوا خلاص، شو بك؟ امرك معلم. ايه سيدي امرني. حضرتك بدك تفصل طقم رجالي؟ شو ها؟ طبعا رجالي لك النسواني. لا 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 عفوا، مو هذا قصد، هذا خلينا هيك. شوف عمي انا بدي فصل طقم، بس اذا عجبني راح ساويهم طقمين. ايه على عيني وراسي، انت بتأمر امر. ايه سيدي الجوخه من عندك ولا من عنا؟ ليش انت في عندك جوخ؟ ولو شوفت عينك، بيت السبع ما بيخلى من العظام. عندي يا سيدي، عندي من العظام، عندي من مختلف انواع الجوخ، كوبونات، كوبونات فاخره جدا، هيلد من افخر الاصواف الغاليه والعالميه، وعندي كمان ترقال، تويد، ديولين، يعني شو ما بتطلب عندي سيدي. مشي، طيب شو رايك تاخذ قياسي بالاول؟ على عيني وراسي، تكرم عيونك. الاسم الكريم استاذ؟ حمزه نقرها. اه؟ نقرها. نقرها. وبالسبع تنعار فيصل نقرها. شو بيربك دخيل عينا؟ اللهم اجيبك يا طولة الباب. لك عمي انت خليك بشغلك الله يرضى على اسمك، انا عم بحكي مع المعلم. امرك سيدي. ابو صبري ان شاء الله ما بتطول بالتسليم. لا لا ابدا سيدي. هوا هوا؟ شو يعني هوا؟ يعني بعد 20 يوم بيكون الطقم جاهز باذن الله.
لك لا شو عم تحكي شو 20 يوم؟ أنا بدي الطقم يكون جاهز بعد 12 يوم، في عندي عرس وبدي أحضر فيه. والله يا سيدنا أرها أخي إذا بتريد نادي لي أبو سليم. يا على عيني وراسي، والله يا أبو سليم نقرها. لك أخي نادي لي أبو سليم وبس، شو بدك بالكنية؟ خلص طبقتها يعني؟ ايوه على عيني على عيني. أصبح خلينا ناخذ القياس بالأول، بعدين بنختار الجوخة. شو رأيك أستاذ؟ إيه ماشي، شوف شغلك. قعدوا. إيه سيدي، شلون بتحب الخصر؟ مزمرق. طيب على عيني وراسي. توب يا كعدو، الخصر مزمرق. شو يعني مزمرق معلم؟ توب مثل ما عمل لك. أمرك. 95. 65. نعم. 45. 45. شاخ. عفوا. شاخ. 45. نعم. باطن. طيب. 56. يا سيدي نحن خلصنا قياس. بتحب تنقي جوخة؟ هات لشوف ورجينا شو في عندها. تكرم عيونك يا أستاذ. شو قلت لي بتفضل اللون؟ والله أنا بفضل اللون الكحلي. يعني ما بعرف بس بحس إنه اللون الكحلي لون أكابري. لكن يا سيدي لكن تسلم لي. شو إنك مزوج على عيني وراسي. كحلي كحلي. وين حطيت الكحلي أنا؟ وين يا ربي؟ أيوة هذا هو. يا الله شوي شوي مشانك. أيوة شوف دس دس ما نعمو. شايف ما نعمو؟ هلا ما في شك القماشة منيحة بس أنا بفضل جيب الجوخة من عندي. لا ليش لحتى تعصب حالك؟ أنا بإذن الله ما بغشك، وهالكوبونة اللي عم ورجيك إياها هي من أفخر أنواع الصوف، هي من هيمالايا، من معزة المارينو، نادرة جدا، خفيفة بالوزن وبالشتاء بتبخ نار. طيب وقديش حق الدراع؟ من حيث السعر لا كلك فكري أبدا، أنا رح أعطيك سعر ما انعطى لواحد ابن أمه وأبوه، سعر خاص جدا. ليش؟ ليش يا حزرك؟ لأنه أنا يعني حابب ضمك ضمن مجموعة الفي اي بي تبعي. وشو بيشتغل هذا الفي اي بي؟ الفي اي بي يا استاذ مو زلمة، هدول ناس مهمين يعني تقال. هيك كان قصده معلمي. ولك انت شو دخلها؟ مو عم بحكي انا والمعلم، خليك بشغلك يا اخي. انا كنت حابب انصحك. ولك خليك بشغلك. لعما شو بتلعي وبتتدخل بشغلات مالك فيها؟ خلاص قعدوا خلاص سمعنا شباب. هذا صانعي مزوي كتير، صار له عندي عمر وتعليقاته كتير حلوة. ويا ما ضحكني وأنا مو جاي على بالي أضحك عابس. ويا ما يا ما هلأ أتركني من صانعك وخلصني. قديش بدك حق دراع؟ سيدي ما منختلف، منلعب للجيبة مو فارقة، باينتك زلمة أكابر وما رح نتشاكل مع بعضنا بإذن الله. يا سيدي تسلم، بس قلي قديش حق دراع؟ صدقني ما رح اخذ منك ليره واحده زياده، يعني لو فتلت السوق ما رح تلاقي ارخص من السعر اللي رح اعطيك. يا سيدي الله يبارك فيك ويخلي لنا، بس بقديش يعني؟ سيدي انت لا تدفع ولا فرنك الا بعد ما تلبس الطقم، واذا ما عجبك انا مستعد اقدم لك يا هديه. ولك نفخت لي قلبي، مشان الله احكي لي قديش بدك حق دراع؟ طول بالك يا سيدي، طول بالك علي ابو سليم، طول بالك. هو الزباين الجداد الهم دائما سعر مدلل، يعني انا هذا شعاري. امنتوا بالله على هالنهار؟ لك بدك تجنني ابو صبري؟ اللي قديش حق دراع؟ ها سيدي أنا ما رح أقول لك لا بعشرين ولا 22 ولا رح أقول لك لا بثلاثين ولا بثمنتعش، لأن الربع المادي عندي ما هو الأساس. هيك طبعي أنا، يعني هيك ربيت أنا. والدي الله يرحمه ترابه كان. ولك أبو صبري لا طلع لي خلقيها وخي غلط معك. بديش الدراع. فصاع فصاع. شو أنك عصبي؟ عجول وعصبي. على كل حال يا سيدي أنا رح أعطيك الدراع. اللهم صلي على النبي. لكن والله الواحد بيحتار يعني، لأنه جيتك على المحل غالي وفوتك لعندي والله ما بتقدر بثمانية أستاذ. ولك أبو صبري مشان الله فهمني، أنت ملاقي رزقك بالشارع؟ لا أبدا، سبحانك يا ربي، يا مانح الطير بالسماء رزقه، يا عاطي العصافير. ولك كلمة ورد غطاها، اللي دراعه بقديش؟ لو سمحت. يعني هو إذا قلنا الطقم بده 3 دراع ونص بعتقد الشغلة ما رح تكلفك كتير، مقبولة مهضومة مبلوعة يعني
يعني يا معلمي ببوس ايدك قل له خلصني بقى، والله التحى قلبي وقلبه. شبك شو صار له يا سيدي؟ الدراع راح احسب لك الدراع بثلاث ورقات. منيحين؟ شو ها؟ ثلاث ليرات حق دراع؟ ايش وعم بيشتري من عندك ذهب؟ الذهب ارخص. اكيد اكيد ما في شك ارخص بكثير. بالعكس بكره اذا لبست الطقم اياك تعلق بروش ذهب عليه. اياك ها، اوعك، عم حذرك بخيص سعره. ها انا عم بعطيك صوف كشمير من هيمالايا ممزوج بشعر معزه من نيوزيلندا. بقى شو دحش الذهب بين النفايس؟ الله خليني اياك. شو فوتوا الفوتة؟ شوف ابو صبري، وحيات شواربي وشواربك ما بيشفع لك عندي الا سمعتك الطيبه بين الناس. مشان هيك رح نتكل على الله. تشرف، باشر تفصيل. بعون الله، قول الله. اتفقنا على قماشة استاذ؟ يعني والله انا شايفها حلوه. انت شو رايك ابو صبري؟ والله انا مستعد اذا ما عجبتك اني خلص 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 ابو صبري خلص عجبتني. قديش بدك سلفه؟ هو بالعاده انا باخذ سلفه من الناس. اعطيه 15 بدنا... ليره. فضلت على راسنا. شرف، هي 15 ليره. يسلم وديات نعمة كريم، يعوضن عليك بعشرة ان شاء الله. ايمتى القياس عمي؟ هو بالواقع اذا جيت للواقع يعني انا بنعاتي ما خربت بالقياس ولا ملي متر واحد، بقى يلي بيقول لك قياس وما قياس وبده يجي شرف. لك يعني في قياس يعني ولا ما في قياس؟ هو القياس مو ضروري عند الشياط الخاطر، عند الخياط الشاطر. بس كل الخياطين اتفقوا على انه القياس ضروري. انا بزمانه اسمع على القصه بزمانه. لك حبيبي ما بدي اسمع شيء، مشان الله فهمني ايمتى القياس؟ بعد اسبوع استاذ، بعد اسبوع. غبلك اسبوع زمان ورجع لعنا. انطال هالجوهره من زمان، فضلت على راسي والله. لك علي جيره انت افهم من معلمك. السلام عليكم. الله معك حبيبي، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. الله معك، الله يجعلك بكل خير وسلامه. مع السلامه يا سيدي. الله معك، مع السلامه. اهلين وسهلين مرحبتين. اهلين ام محمد، اهلا وسهلا مرحبا. ايه سيدي، هلا اجى وقت براد الشاي. هلا وقته. جدد لنا الطبخة، اعمل معروف. في امرك معلم. جميل جمال مالوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال. انا يا شباب رئيس المخفر الجديد لحارتكم، وهالشي بده يحملني مسؤولية كبيرة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسعادة الحي. لذلك بدي منكم كلكم تكون عيونكم سهرة على مصالح المواطنين. يعني ما بدي حدا يشتكي منكم من سوء معاملة أو مماطلة أو غلاظة. وبدي إياكم كلكم تقتدوا فيني وبتصرفاتي، وانا ان شاء الله رح كون مثال ونموذج للتفاني ومثالا للاخلاص والانضباط الوظيفي. وهلا ما عندي غير هالكلمتين لكم اياهم. يعطيكم العافيه، تفضلوا على شغلكم. تمام سيدي، الله معكم. وعليكم السلام. وين وين ابو صبري؟ لحظه لو سمحت. مور كلمتين ورد قطاعه بوقت تاني، مستعجل شوي. يلا خليه. لك سيدو ما راح اخرك، هو سؤال صغير. مور سيدو، انت بتعرفني انا ما بسق خياط غيرك، بقى بدي منك تفصل لي انباز وجبه من تحت الديات الحلوين. وشو بتأمر انا جاهز. بقى شو قلت ابو صبري؟ على عيني وراسي يا شيخ بدر، انا بدي خدمه. بس صدقني انا لا بفهم لا بالانابيز ولا بالعبي ولا بالجباب ولا بالشراويل. انا خياط مدني، يعني غير طقومه وجواكيت وبنطلونات وكبابيد ما بخيط. مو كبرت نفس بس ما بيطلع بايدي. يعني هلا الشغله كيمياء. بعدين انت سيد معلمين، ومثل ما بيقول المثل ضربه المعلم بألف ولو شلفها شلف. يا شيخ بدر يا شيخ بدر، تشكر على هذه الثقه، بس ارجوك تفهمني وتعذرني. النجار غير الحداد، والدكتور غير الصيدلي، والمحامي غير العرض حلجي. بقى سبحانه ربي اللي خلق لكل انسان خيله وصنعه.
والله إذا كان هيك عم تقول معناتها معك حق، وأنا ما بدي أحرجك سألتي لك. لا العفو، استأذن عنا شيخنا. يلا السلام عليكم. الله معك أبو صبري، الله يحميك. العافيك عدو. أهلين معلمي، تعوقت. ايه والله تعوقت، علقني الشيخ بدر فرق علقة. مثل العادة، بده يفصل إنباز، والله مو هيك. ايه نعم يا سيدي، بده يفصل إنباز. سبحان الذي خلق الشيخ بدر، ما له علة من العلال إلا إنه بيحب القرقرة والبربرة. يعني الرجال والكلمة الحق تنقال. إيه عنده أخلاق وعلم وتربية ومن جميعه. نعم بس يعني متى ما عليه السيرة بيتبقى فرد دب أو بيطيل يسطيل السيرة. صح الكلام صح. بس إيه؟ عدم مؤاخذة معلمي، لا تأخذ ذيبها الكلمة. يعني كمان أنت عندك طبع والله من الفيز. اسكت ولا اسكت. شو عال والله ما بقي علي إلا قعده حتى تكمل محاسني. خلص. هذا سأل عني بغيابي؟ ايه سأل عنك واحد. سلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلا ومرحبتين. الله يعطيكم العافية. اهلا وسهلا ومرحبا حبيبي. حضرتك ابو صبري مكوك؟ نعم يا سيدي انا مور. دلوني عليك جماعة، قالوا لي عنك شيخ الكار، شيخ الخياطين يعني، وبدي افصل عندك طقم معيد شواربك. ايه على عيني وراسي. الاسم الكريم اخي؟ طربش ابو فانوس. نعم. شو هاي نعم؟ شو بدك؟ عفوا ما سمعت الاسم منيح. ايوه طربش ابو فانوس. ايوه وسمعت نعم يا سيدي. هو بيت ابو قابوس معروفين تماما لانه ابو فانوس. هذا اللي بقصده. هالعيله ابو يعني معروفين تماما. وانا عارف حدا بعيلتنا؟ لا مو مسألة بعرف وما بعرف، بس عيلتكم. هلا شو بدك بعيلتنا؟ شفني هلا ماشي، خد قياسي وخلصنا. ايه تكرم عيونك، تكرم معلم ولا يهمك. شو شفت اللي اياها؟ والله للأمانة هلا ماشي عادية. عادية تماما، وفي عندي أحلى منها. لك أنت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك هاي جايتني خص نص من بريطانيا. بجوز بجوز، بس مو كل شيء بيجي من ايه مو شغلتك. سايرو سايرو معلم، سايرو هذا المعلم طربوش، هو جايب قماشة غالية على قلبه، نحن شغلتنا نفصل ونخيط. طرباش مو طربوش، بعدين شو هاي سايرو؟ ولك أنا طربش أبو فانوس، يلي إذا سند الدبانة بحارته بيحسب الله ما خلقها، بقى شو هاي سايرو؟ ولا يهمك ولا يهمك، كعده صانعي بيحب يمزح مع الزباين، هيك طبعه يعني. يحكي على قده أحسن له. أمرك معلم. كعده خد الدفتر وافتح صفحة جديدة الله يرضى عليك. أمرك. رح نبلش القياس. يلا عوام. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب رأس الصفحة المعلم طربش أبو ناموس. أبو ناموس ما يكسدي أبو فانوس والسبعة نعام أبو فانوس بس نفس الآفية. يا سيدي اكتوب 96 بس محبعهم شوي. وهي 97 ماشي. مية وخمسين. مية وخمسين. 46 46 شهر شهر 40 باطل باطل 66 صحيح باطل. يلا سيدي خلصنا. اي سيدي شلون بتحب الطعام؟ كمر عادي عادي. جاكيت صفين زرار كوازي مش كلاسيك، وبدي أربع جياب جوانيات، واحد للباكيت اللهم صل على النبي، واحد للقداحة، واحد للكزلو، والرابعة احتياط. وشلون بتحب موديل الخصر؟ عريض ومبهبط. ايوه عريض ومبهبط. الجياب الجوانية مايلة وغميقة. مايلة وغميقة كتوب. والخصر ضيق ومزمرق. ضيق ومزمرق. والكتاف قد ما فيك عليون وعرضون. عالين وعراض. ورجل البنطلون حلقة شروال. حلقة شروال. وال لا خلصني بقى لا تجلب علينا دقت خلايها. عفوا معلم طربش بس لازم اعرف شو رغبة الزبون. انا اخي انا رغبتي تخلصني اوام، عندي جاهة بعربين ومستعجل مفهوم؟ ايه مفهوم ولو معلم طربش مفهوم واضح تماما. ايوه
بعدين اوعك تشرك لي القماشه. ها مثل ما قلت لك هي جايتني خص نص انه بريطانيا ما في اختها بالبلد. هو بجوز ما يكون في اختها، بس بيلتقى بنت اختها او بنت خالتها مثلا او هلا بلا ما تخفف لي دم. ها ده يا اخلاقي عملها. سلامتك يا سيدي سلامتك. تاخذ مصاري هلا ولا بعدين؟ والله هو خود خود لا تدلع. هي 10 على الحساب. انتوا قد ايه بتاخذوا بالعاده؟ خصمها 13. لك اخي ما بنختلف، انت زوزقها ورتبها بعطيك 23. لا تنسى صفين الكروزه، بدي فرجيهم لاهالي عربين انه وقت بدي يتحيون والبيس بعرف البيس. وبيني وبينها بدي اصواته، بدي رشح حالي على المجلس. بيطلع لك معلم بيطلع لك، لانه في مثلي متايد بالمجلس، ما هيك ابو صبري؟ هو الواقع يعني بالمجلس بيلتقى مثل حكا، يعني في تشكيله هيك من ال هو علينا. هلا امتى بتجيب خط الطقم؟ اسبوعين معلم، غيب اسبوعين بكون جاهز. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله معك، عود شرب شاي. غريب هالشخص، اسما وسلوكا ومحضرا. اسمع يا مساعد حسين، أنا إلي وشين، وش عبوس قمطرير لئيم شرير، وش لطيف وناعم ويا من تراني مساير، وكمان إلي طبعين، طبع جاف وشرس وطبع حلس ملس طلس. سيدي نحن ما شفنا منك إلا كل خير. هذا لأنه عم بتسايرني بكل شي بطلبه منك، بس إذا حاولت تخالفني ساعتها رح تعرف بالضبط وش الحقيقي. معاش اللي بده يخالفك يا سيدي. ها ها، انا متوقع انك تفهمني، ورح تطلعني على كل شاردة وواردة، لذلك سمحت لنفسي احكي انا وياك كاصدقاء، وبتعرف انه هذا ممنوع. غمرتني بفضلك يا سيدي. بدي اسألك سؤال وجاوبني عليه بصراحة. مور سيدي. قدي بيطلع لك براني؟ انا الحقيقة بدي النص. بس انا قلت لك بدي النص. مفهوم حبيبي؟ حاضر حبيبي. امرك سيدي. وينك العدو؟ مرني معلم. اذا حدا سأل عني انا نازل على الحمدية حتجيب كرستا. معناتها تجيب معك الزرار كبير وصغير ومن جميع الالوان، لانه ليش نازل لهنيك لك؟ على كل حال اذا اجى زبون اوعك تاخذ اياسه. ها اعطيه موعد ثاني حتى اكون موجود. امرك معلم. يلا بخاطرك. الله ييسر لك. يا معين العزيزين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عرب سلام. مرحبا يا سيدي. يغني دياك. طمني خلص طقم؟ ولو جاهز وملفوف وعلى التعليقه مشلوف، هاتوا يا كعدو لنشوف. طمرت على قفي. شو يا ابو صبري؟ رايح الحشيشة معك اليوم؟ لا اخي شو بدنا نساوي؟ يعني اذا ما مرقنا وقتنا وضحكنا لنا شوي، اي والله العمر بصير صعب. يا هلا مشاكل. موشح خلصنا. زين. يا سمو دياك، اعطيه الطقم بقى يا كعدو. امرك معلم. شرف استاذ. ربي يسلمون يا سيدي، فضلت على راسي. لا العفو الله يخلي لي اياك. الف مبروك ان شاء الله يا سيدنا. أرى الله يبارك بعمرك. تسمح لي انا اقرا بوسي؟ شو ها؟ لا ايه خلصنا. خلي لي صرت زبوننا لانه لك يا اهلا وسهلا. توبي على السرعه. ولو يا سيدي انا رايح لسوق الخيطان، اذا حدا اجى بده يفصل. سلام على الجار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين استاذ طربش. ابو ايش بينادوا لك؟ ابو صخر. اهلين وسهلين بابو صخر، اهلين بهالوش المنور. هلا شو صار معنا؟ خلصنا ولا لسه؟ ولو معقول يا ابو صبري، يخلف ميعاده، نحن كلمتنا كلمه ووعدنا وعد يا ابو صخر. معقول؟ ولك هلا خلصني، زلمتي عم استناني على الصيف الثاني على رجل وحده، شو صار معنا؟ خير؟ ليش وين رجله الثانيه؟ هلا خلصني بلا كلام سعيد. وين الطقم؟ جاهز جاهز، تحت امرك، تحت امرك معلم طربش. بينتك اليوم مالك رايق منوبه، الحق بايدك. لك يخرب بيتك، شو بدك تعمل لك مستعجل؟ وين الطقم؟ طيب، اعطيك طقم. امرك معلم. اوام اهلا وسهلا فيك يا ميت. مرحبا معلم طربش. عمى
لا ولا يهمك ولا يهمك. شلت معلمي الطقم خالص ومكوي وعلمت. تفضل يا سيدي تفضل، ألف مبروك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سلم إيديكم. الله يخليك، صرت زبوننا. شكرا شكرا. السلام عليكم. محمد كريم، مع السلامة يا سيدي. الله معك، مع السلامة. اسمع يا مساعد حسين، ما في شيء ببلاش، لأنه البلاش لاش، وما حدا بيخدم حدا على سواد عيونه. بس سيدي يعني أحيانا الواحد بيقدم خدمة للناس تحت اسم مسؤولية الواجب الوظيفي. هلا لا تحكي لي من فوق الأساطيح، عم بقول لك كل شيء له ثمن، والناس تدفع مصاري مشان راحتها، إكراميات، هدايا، شوفية خاطر، سميها اللي بدك إياه. ولحنا عنا التزامات تجاه حياتنا، وهالراتب الرسمي منسميه لحنا راتب رمزي. والشاطر يلي بيشتغل بصمت وبدون ما حدا يدرى، مفهوم؟ نعم سيدي مفهوم. لذلك املي الرحمة على جنب، لأنه مدخولنا ألان هالأيام، وأنا عندي دفعات مهمة. بس سيدي لما تهنا روح جبنا كم فروج من عند هذا صاحبنا، يطالعنا له صهره من النظارة وغيرنا له ضبط المغفر. يلا أمرك سيدي. اللي بيعجبك شيله، لأن ما رح نختميه. أنا مورجيك يا أبو صبري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ليش ما قال السلام عليكم الحارة هذا ولا دريب؟ والله ما عرفته، بينته دريب. وليش ما رمى السلام؟ هلا شو بنا شيخ بدر؟ سيفي الحسر أبته. خلصوا لك؟ 10-11-12 دقيت الساعة بالليل وأنا وحدي، وفجأة دق الباب وبعدني عم حط راسي على المخدي، وفتحت الباب بسرعة وضربته ضربة جيده، خليته يوقع على الأرض الفرد اللي كان بإيده، وربطته بالحبل وعملت له قتلي، ربطته بالحبل وعملت له قتلي، ولميت الجيران لميت الجيران عصرخوا عيدها عيدها ما فهمناها. رجع دق الباب. شو فكرت لي دربك هون؟ ولد صغير؟ خير خير معلم ابو طبش، ابو صخر الطربش. خير خير والله الطربش المحل فوق راسك والله. على مهلك معلم، على مهلك شوي، روق روق حتى افهم منك. لك شو بدي افهم؟ شو بدي افهم يا قليل الضمير والوجدان؟ يخرب بيتك من قامتك. لكن معقول تفسر لي طعم بقماشة نبتي ما بتسوى فرنجين وتسرقني ماشي اللي جايتني من بريطانيا؟ شو الناس عندك دبان ولك؟ حاجة تقولوا لك لمعلمي؟ قصدي والله محرمة يا معلم. يا والله غريبة يا أختك أنت ومعلمك، أنا ما هي والله. معلش معلش يا أستاذ طربش، اتركوا لو سمحت. شو صار لك؟ أنا قديش شايف نصابين ومحتالين، بس مثلك ما شفتوا لا عيني رأيت. أهلين أستاذ نقرنا. شو؟ لك نقرها نقرنو. ولك هذا لون كهلي يا ظالم، هذا لون أكابري. ها يخرب بيتك من هبطة، لك هي ماشية يا ابن حرام، شركت فصلتها لزبون تاني مشان تنهب حقها. إي والله لسويت عيشتك والله. على مهلكم يا جماعة، بالظاهر نحن خربطنا. قلت لي خربطنا ما؟ اي والله انا خربت الراس شيتك والله. لك روق عمي، خلينا نفهم منك شوي، هي القماشة إلك؟ ايه لي. يا معلمين يا أساسي على مهلكم شوي، ما خربت الدنيا. هدوا 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 لو سمحتوا. طولوا بالكم واستهدوا الرحمن شوي، بجوز نحن خربطنا، يعني بجوز نحن فصلنا قماشة المعلم للأستاذ وقماشة الأستاذ للمعلم، يعني بتصير لشو طوش؟ خلاصوا لا. اسمعوا لها، معك جمعة 7 أيام بترجع بتفتح الطعم هاد وبتفصل لي اياه وعلى قياسي وعلى البكلي وصفين كروزي، والا بسود لك عيشتك والله. انا ما بينمزح معي بنابلة. سلام. وينك؟ وانا كمان ما بينمزح معي بنو. عم تفهم ابو صبري؟ يا معلمنا قرها، عود وشرب كاسة عرق سوس وهدي اعصابك وخلينا نتفاهم. جيب عرق سوس يا كعدو. حاضر معلم. سيدي المسألة ما فيها سوء نية بتاتا،
وعلى هوا مالنا مسجلين بالدفتر، بظاهر مخربطين بينك وبين الشخص يلي اسمه طربش ابو جاموس. هي هي القصة. وكيف بدنا نصلحها؟ يا ساتنا مختلفة يا ابو صبري مثل اللوح هو. ها هلا انت بالاصل مالك شاري قماشتك من عندي، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. عظيم جدا، انا رح افصل لك غيرها على حسابي، وبدك تعذرني مشان التأخير، مشان العرس تبعك يعني. لك لا في عرس ولا في شيء، انا قلت لك هيك لاني مستعجل شوي. ها يا عيني عليك، وانا وعد مني رح خلص لك الطقم باسرع ما يمكن. انت بينتك كثير طيب، مع انه وشك بيعطي لقم كبير. انت كثير طيوب، هات بوسه من شواربك. طب مشان الله لبقى تبوسني، بعدين قيمك من شواربي يا اخي، انا بدني مهزوز لهلا. اتفضل سيدنا ارهو. لك نقرها. عفو، تفضل يا سيدي، خليني اياك. تفضل تفضل تفضل، روق دمك روق دمك حبيبي. اللهم اخزيك يا شيطان. مجالي مجالي مجالي. صحة صحة صحة. لك ايه رح طلع من عيوني شباب، خلقتني صحة وانا وصحة وانا. فلنفرض انه اثنين متخانقين واجوا اشتكوا للمغفر، ولهالسبب هاد شو بتساوي حضرتك؟ سيدي بشوف الحق على مين حتى. بلا حتى بلا متى. ولك يا بني آدم لازم تعرف وزن كل من الخصمين. شلون يعني وزنه؟ يعني شو وضعه الاجتماعي، شو بيشتغل، آدمي جئر ابن حلال، معه مصاري أندبوري، وعلى الأساس بتشتغل. بس سيدي لازم أعرف شو القصة لحتى أعرف الحق على مين. أفهمه مثل ما بدك، بس لازم تطيب خاطر هاد وهاد، ولازم تقنعهم أنه في توقيف بالنظارة يومين أو ثلاثة، لأنه مثل ما بتعرف رئيس المخفر ما بيقدر يوقف الناس أكتر من هيك. فهمت عليك سيدي، قصدك أنه كل واحد بده يكرمنا شكل مشان نتركه، ما هيك؟ مزبوط. طيب وشاكي شو دخله؟ يا لطيف شو بغو. أنا رح فهمك، عود واسمع مني منيح. أول شيء لازم تعرفه الخصمين الآدم. اسمع أنت وياه، أنا لحمي مروح وصليتي ضيقة وخلاقي براس مناخيري، وأنا ماشي مثل ما قلت لكم اللي أعطيتكم إياها، جايتني من بلاد برا من بريطانيا، والمعمل شيتها فصلت ثلاث قطع، واحدة إلي وواحدة لجوز ملكة البريطان، والثالثة قربوا لألكم لمين؟ ما شو قلتوا؟ طيب والله يا معلم طرباش، لا ماشي تشركت، يعني ما بقدر اقلبها، نقياس لمعلم نقرها لقياسك، لانه ما شاء الله انت يعني انت طويل كثير، يعني بتعرف. ايوه معناتها انتوا ما بتفهموا بالحسنى. وليد معكم يومين ثلاثه، يومين ثلاثه، اذا ما بيجي لهون وبلاقي ماشتي مثل ما سلمتكم اياها والله لسويت عيش. طول بالك يا معلم، القماشه قصت وخلاص. لك يقص رابتك، يقص رابتك عمين، يخرب بيتك بنابتك، بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. يعني شو بدنا نحل الموضوع اخي؟ خذ وحده بداله. اخي انا ما بدي وحده بداله، بدي ماشتي. لك بس هذا مستحيل. مستحيل؟ لك انا لوزه بتلقوه. بس هذا مو عدل يا ابو فانوس. لك شو العدل؟ انك تشرك ماشي وتقصها؟ عم ندفع لك عطل وضرر. اخي انت فصل ونحن علينا التنفيذ. اخي انا ما بفهم، انا بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. ها السلام عليكم. مرحبا ابو صبري. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا شيخي وعليك السلام. تفضل شيخ بدر. اهلا وسهلا ومرحبا فيك. يعطيكم العافيه يا اخوان. شيخ بدر نحن واعين بمشكله عويصه. خير اللهم اجعله خير. نحن غلطنا وفصلنا جوخة جايبة الأخ، فصلناها على قياس غيره، هالجوخة غالية، عرضنا عليه إنه نعوض له إياها، رفض. ليش يا ابني ليش؟ أبو صبري معروف باستقامته، والرجل لا يخطئ. وأنا هيك، فهمي على قده، بدي فش خلي بهذا الذي لا يخطئ. لك يا ابني عم نقول لك الرجل آدمي من خيرة الناس بالحارة. وأنا أسعار ودون، عجبك شيخي ولا ما عجبك؟ قل لي إذا ما عجبك. ها أعوذ بالله من غضب الله. بس يا ابني هذا اللي عم تساويه ما بيجوز. الله يرضى عليك شيخنا، لا تعمل لي حكم ومواعظ. ها بدي أتسلى فيه مثل ما تسلى فيني. أنا ما تسليت فيك. أنا بدي ماشتي يعني بدي ماشتي. لك يا ابني أنت مبين عم تعجزوا لهالزلمة معجزة. ها بالحق. إيه بالحق، بس الحق ما بيتحصل، بيتحصل شيء بيشبهه بالتمام. المزنه بده يدفع التمن. وشو هو التمن بقى؟ بدي شنطته مثل ما شنطتني، وبهدله مثل ما بهدلني. بس هذا كلام شخص متهور، يعني لا تواخذني بالكلمه. سمعنا شيخي سمعنا، الله يرضى عليه. ليش انت عم تحكي مع الشيخ بدر؟
الزلمه فات وسط خير، ما حدا كلفه. طيب ومشان الدين مو خرج ومن هون لهون؟ الله يرضى عليك شيخنا، بنت البسي الله يرضى عليك. ليه؟ اعوذ برب الفلق من هذا الزلمه اشوف عجير. يلا السلام عليكم. الله معك يا شيخ، بنعتذر لك. ليش حكيت مع الشيخ؟ هلا كل من قال لي شيخ صار شيخ، بلا شيخ بلا ميخ. لك صحيح، انا ليش جاي لعندكم؟ ايوه بدي ماشتي، يعني بدي ماشتي. تعال هلا قعدوا، خذ المفتاح تعال برا. تعال هونك، تعال هون. دكتور عامل لك دكتور بكوك. والله لا لك مثل المعروف يا بكوك، انا بفرجيك. يعطيك العافيه. اهلين العافيه. رئيس المخفر هون؟ ايه تفضل جوا. هيك لكان، انا بورجيك يا مساعد حسين. نعم سيدي. خدوا على النظارة. امرك سيدي، امشوا لعم، امشي. يعطيك العافيه يا سيدي. اهلين، خير؟ شو في؟ القصه ما فيها يا سيدي هي كالتالي. وينك وينك؟ ايوه ايوه، قرب قرب. ايوه قرب. شغلتك محلولة يا أبو صبري. يا مساعد حسين. حاضر سيدي. بتروح للدكانة أبو صبري، في شخص هنيك بتجيبه بسرعة لهون. أمرك سيدي. تكرم يا أبو صبري. صباح الخير شيخ بدر. يا صباح الخيرات. لك صحيح أبو صبري، شو صار بينك وبين هذا الرجال اللئيم اللي كان عندك بالمحل؟ خلاص مشي حاله، انتهينا منه. رئيس المخفر نهاها بأرضها وما دفعني ولا قرش. ايه بارك الله فيه وبأمثاله. آمين يا سيدي آمين. ايه سيدي خليني امشي بالإذن. الله معك أبو صبري، الله معك، الله يحميك. الله يعزك يا الله. يعطيك العافية قعدو. أهلين معلمي، صباح الخير. حدا سأل عني بغيابي؟ إي والله إجا واحد سأل عنك من شوي. مالك شو اسمه؟ مال شو اسمه، بس قال بيرجع بعد شوي. خير يا سيدي خير. أعطيني قماشة بيت النحلاوي حتى أفصل لهم إياها. أمرك معلمي. هي هي. عظيم. يا سليمة يا سليمة، بعيني أنا شفت البنية حادمة. يعطيك العافية معلمي صبري. أهلين وسهلين يا أخ، أهلا وسهلا ومرحبا. أنا جاي أفصل بدلة عندك. أميت مرحبا، أهلين وسهلين، شرفت. بدي الجوخ من عندك كمان. إيه تكرم على عيني. بس بدي إياها قطعة مرتبة، ها؟ يعني لا يعلى عليها. طلبك مجاب بإذن الله. إيه أنا بعتني رئيس الكراكون بيقول لك توصى فيني. إيه؟ لا توصي حريص؟ رئيس الكراكون بيكون خالي. وحكى لي على هداك الزلمة اللي كان عم يضايقك كيف خلصت منه. إيه والله، إيه والله، إله الفضل. إيه وعلى فكرة قال لي خالي آخذ يلي بدي إياه وهو بيحاسبك بعدين. ايوه ايه شو عليه تكرم؟ في مجال نشوف القماشه من بعد اذنه. ايه شو عليه؟ ما في مشكله منو. الو اهلين وسهلين بابو وليد، شلونك؟ انا الحمد لله بخير. شو هالحكي؟ امتى؟ يعني اخيرا نوى يفوت على القفص؟ يا سيدي الله يجعل التمام على خير. شو هالحكي؟ أنا معزوم؟ بتشرف يا سيدي. علم علم سيدي علم. الله معك، مع السلامة. تعرف يا حسين، أنا هامل حالي بمسألة طقوم المدنية، هاي انعزمت على عرس وما عندي ولا طقم مدني. وينك؟ ناديلي لأبو صبري ياخد قياسي وينقيلي جوخة تقيلة يدبر حالي فيها بهالعرس. أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك طول بالك. اهلا وعليكم السلام والاكرام. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين اخي. اهلين. انا بعتني لعندك رئيس المخفر، بيكون قرايبنا. ايوه اهلين وسهلين امري. وهالشاب الحلو الظريف يكون ابن اختي رئيفه. اهلا وسهلا اهلين. بعتني لعندك رئيس المخفر مشان تفصل له طعم لابن اختي. كفن عمرك، صار كبير يقبرني، صار شاب واول مره بحياته بيلبس طقومه، ومن حسن حظك انه انت رح تفصل له اياه.
ايه طبعا طبعا انا محظوظ كثير. وبالنسبه للحساب ما يكن لك هم، رح يدفع لك يا ابو خالد. مين ابو خالد؟ يو رئيس المخفر، ما قلت لك بقربنا، وقال انت وياه صحبه كثير للعظم، بالعلامه خلصك من واحد غليظ كان بده يقتلك. ايه والله الله سترني. ايه بقى بدك تنقي لنا شقفة جوخة تكون هيك على كيف كيفك، نزل لي هالدوب هاد من عندك لشوف. ايه هذا خالتي، هادي تقبر قلبي خالتي. بدك القماشة تكون تقيلة ولا خفيفة؟ لا خالتي تقيلة. فرد مرة يا بر قلبي ما أحلى. هلا يا أبو هشام، لطقومة التجارية بالأيام بازارية كلها، ولو ما كنت بعزك مثل أخي ما ببعتك لعند خياطي الخاص. على كل حال ولا يهمك، أنا رح أتصل لك فيه. ألو، مرحبا أبو صبري، شلونك؟ الحمد لله. إيه أبو صبري، إلك ولا للديب؟ خس الديب طبعاً ما؟ الله يرضى عليك. اسمع، رح أبعث لك أخي أبو هشام شمطة، بدي إياك تفصل له طقم مرتب، بس مستعجي عليه شوية. إيه طبعاً، بدي إياه يبيض الوش مثل العادة. وينك؟ لا تأخذ منه مصاري، أنا مقدم له إياه هدية. إيه منبقى بنتحاسب. الله معك، مع السلامة. شلون؟ والله يا عمي انت دولة، حتى الخياطين بتمون عليهم. طبعا طبعا يا ابو هشام انا بعجبك. على العقد يا شباب. اهلين وسهلين. اهلين، حضرتك المعلم ابو صبري؟ نعم انا ابو صبري. امور محسوبك ابو جلال، بعتني لعندك رئيس المخفر مشان تفصل لي طقم وتقصر لي هالبنطلون وتفتح لي عروه زياده للجاكيت. الله يخلي لي اياك. قلت لي بدك طقم؟ ايه بدي طقم، لانه بدي سافر لعند اختي مكرم على بيروت. وعلى فكره رئيس المخفر قال عنك انك كتير مزوق، ورئيس المخفر لمعلوماتك بيقربنا من طرف الوالده، وهو رح يمرق يحاسبك. قال لك هو بيحاسبني؟ ايه وحكالي عن وحكالك عن الزلمه اللي خلصنا من شره واللي كان بده يقتله لمعلمي ابو صبري، مو هيك؟ بالضبط. ايه تكرم عينك، على راسي وعيني ولو، بس شوفت عينك حبيبي، ما عاد عندي جوخ كتير. بقى ممكن تجيني بيوم تاني؟ يعني اجي بكره؟ ليش لا؟ تعا بكره اخي، شو عليه؟ الرئيس المخفر غالي علي كتير، مفضل على راسي من فوق. اصبح السلام عليكم. راجع بكرة. ها وعليكم السلام. شو هذا معلمي وآخرتها بقى؟ شايف لك محلنا صار فرع تاني للمخفر. ولا يهمك، عينك على الدكان. وين رايح معلمي؟ عم قل لك عينك على الدكان. حاضر حاضر. الله يجيب العوائل سليمة. ايه طبعا كل شي بوقته حلو. الله معك. وين اخ؟ اهلين ابو صبري، خير؟ مشان الله يا سيدي، مشان الله يا سيدي، اذا كنت حاميني ارفع عني حمايتك، واذا كنت متوصي فيني خلصني من وصايتك، يعني اذا كنت سامح بسلبط على الناس حتى ترضي جماعتك، واذا كانت هي هي بحارتنا سياستك، وبدك تدلل زلمك حتى يشتغلوا تحت رايتك، فانا مالي مجبور فصل طقم ببلاش لابن عمك ولا بنطرون لابن خالتك، ولا لي مستعد حتى واطي لاي صعلوك من قرابتك، ولا لي مستعد اتعب واشقى حتى تنبسط انت وجماعتك. روح دللهم يا اخي من كيسك وادفع لهم من جيبتك. انا زلمه فقير مستور وممحزت، شط علي ريالتك بأي لعن الساعه يلي طلبت فيها رعايتك، ويلعن الوقت يلي خلاني احتاج واحد مثل حكايتك. لك شو عم بتقول لك ابو صبري؟ بلا ابو صبري بلا ابو، انا عم بحكي هالكلام لمصلحتك، لانه صاير صيتك بالحاره زنخ والكل عم يشكي من رزالتك، البلديه والبياعين والحرفيين والمساكين كلهم عم يقولوا لي على قامتك، لانه عوض ما تخلصنا من الزعران صرت حضرتك الازعر بظلمك وقساوتك. ولك شو صار لك يا ابو صبري؟ نلعب من هون؟ يلا اطلع.
على عيني، بس خليني اقول هالكلمتين قبل ما تحبسني بنظارتك. فعلا هالرجل ما عنده شيء ما بصير بحياته، لا شهامه ولا اخلاق ولا ضمير، ويلي استحوا ماتوا. طرباش انت هون؟ مشان الله تلني، مشان الله تلني.